السلام عليكم، مرحبا بكم في كلمة رأس. تعرفون من أصعب الأشياء على الإنسان في هذه الدنيا أن يكون حكم بين شخصين. الحكم بين الناس صعب جدا، والحكم على المواقف صعب جدا. ليش؟ لسبب بسيط جدا، وهو نغفل عنه كثيرا، أن الحياد مستحيل. لا يمكنك أن تتعاطى مع قضية بحياد كامل، الحياد صعب، وأنا أرى أنه مستحيل، ليس صعب. الممكن أنك تكون واعي بعدم الحياد، يعني منتبه أنك يعني يمكن هذا تحبه أكثر من هذا، أو هذا تميل معه أكثر من هذا، لكن تحذر من أن يسبب هذا نوع من الظلم لأحد الطرفين. شوف الله جل وعلا وش قال. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لا يدفعكم كره قوم أنكم ما تعدلون، العدل هو أساس التقوى وهو أقرب للتقوى. ليش الله قال هذا الكلام؟ لأن البشر أصلا عنده هوى، البشر الله خلقه ميال وصاحب هوى. ما خلق البشر ملاك، ما خلق البشر. وإذا كانت من أعظم الوظائف اللي يكون الإنسان عليها وظيفة القضاء، الحكم بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه مسألة صعبة، ليست سهلة جدا. طيب أنت من تبقى قاضي وأنا من يبقى قاضي، وش الموضوع هذا؟ أنت تمارس الحكم كل يوم، كل يوم تمارس الحكم بين أولادك، بين أخوانك، بين أصحابك، بين أقاربك، في موقفك من الأشياء، موقفك من الأحداث، موقفك من اللي يعمل عندك، موقفك من اللي تعمل عنده. الحياة صعب، وكثير من الناس يقول لا أنا محايد 100%. لا ما أنت محايد، لا لن تستطيع الحياة، لكنك تستطيع أنك تحذر من الجور والظلم على الناس. انتبه، إذا كنت تتعامل مع أولادك ولا أقاربك ولا زملائك ولا في قضايا تحتاج إلى العدل، انتبه، لن تستطيع أن تكون يعني قادر على العدل المطلق. ولهذا الله جل وعلا وصف الرجل الذي يعد الزوجات قد ولن تعدلوا، أن العدل مستحيل، لكن أن تعي بأنك صعب أنك تعدل، وأن تبذل جهدك ووسعك بأن لا تجور في حكمك على الآخرين ولا في مواقفك اليومية. أتمنى لكم يوما سعيدا، وشكرا لكم.